حمل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد وقوات التحالف بقيادة السعودية مسؤولية قتل المدنيين العزل في اليمن، ودعا إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات. وقال المسؤول الدولي في خطاب ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل أكثر من 5000 مدني منذ اندلاع الصراع في اليمن. ووصف زيد بن رعد الحد الأدنى من الجهود اللازمة لمساءلة أطراف الصراع في اليمن بأنه غير كاف لمواجهة خطورة الانتهاكات المستمرة واليومية التي ينطوي عليها هذا الصراع. We have received multiple reports and satellite imagery of security forces. ينضم إلينا من فيينا للمزيد من التفاصيل الأمين العام لمنظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. إذا سيد توفيق، بداية، هذا ليس التقرير الأول الذي يحمل قوات التحالف العربي مسؤولية قتل مدنيين عزل في اليمن. برأيك ما الذي يترتب عن هذه التقارير الأممية من أجل وقف هذه الانتهاكات بحق المدنيين في اليمن؟ مرحبا بك أختي الكريمة بجميع مشاهدي التلفزيون العربي. في حقيقة الأمن اليمن أصبحت أشبه ما نستطيع أن نقول بأنها بالأرض المنسية. أصبحت هذه التقارير بين الفينة والأخرى هي التي تذكر العالم وتذكر السياسيين والمنظمات الحقوقية بمأساة أو بانتهاكات مريعة ترتكب في الجنوب أو الغربي لشبه الجزيرة العربية في بقعة جغرافية اسمها اليمن. هذه التقارير نحن نتمنى أن تحرك العالم السياسي والحقوقي من أجل إنصاف الضحايا ومن أجل وقف هذه الحرب. هنالك أختي الكريمة هنالك انتهاكات مريعة. أمس كان هنالك وقفة لأمهات المعتقلين في جنوب اليمن للبحث عن أبنائهن المفقودين منذ ربما السنة وأكثر في سجون سرية القوات الإماراتية. كان هنالك أيضا وقفة لأمهات المعتقلين في مدينة الحديدة غرب اليمن للبحث عن أبنائهن المخفيين في سجن المركزي في الحديدة الذي هو أشبه بسجن الباستيل. نحن في منظمة سام قبل أيام أصدرنا تقريرا عن السجون السرية ورصدنا ما يقارب 208 سجن سري في اليمن. يعني سيد توفيق، هناك رصد لهذه الانتهاكات وتوثيق لهذه الانتهاكات سواء من طرف المنظمات الحقوقية الدولية أو حتى المدنية النشطة في المجال، لكن كيف يمكن ترجمة كل هذه التقارير إلى إجراءات عملية من أجل وقف هذه الانتهاكات التي تفضلت وصرتها؟ نعم، الآن العالم هذه التقارير ستوضع الآن أمام مجلس حقوق الإنسان. هنالك وجهة نظر مختلفة ما بين لجنة تحقيق دولية ما بين التمسك بلجنة التحقيق الوطنية. حقيقة إلى اليوم لا تطرح صيغة عملية من أجل وقف الانتهاكات والتحقيق مع كافة المنتهكين. لجنة التحقيق الوطنية برغم الجهد الذي تبذله، برغم نزاهة أعضائها، برغم المعلومات التي جمعتها، لكن تبقى هنالك إشكالية. هذه اللجنة لا سلطان عليها اليوم على الانتهاكات التي ترتكب من قبل قوات التحالف، من قبل طيران التحالف. لا سلطان عليها أيضا على الانتهاكات التي ترتكب من قبل قوات الإمارات في جنوب اليمن. وبالتالي يطرح سؤال حول دور القضاء اليمني وسلطته على هؤلاء المنتهكين. لجنة التحقيق الدولية المجتمع اليمني يضع عليها 1000 علامة استفهام بسبب الموقف الدولي الخجول من كثير من الانتهاكات والمجازر التي ارتكبت خاصة في مدينة تعز والحديدة وغير ذلك. وبالتالي أنا أعتقد اليوم إذا تمسك كل طرف أو تخندق حول رؤيته فإن الضحايا هم اليمنيين. اليوم العالم يبحث عن صيغة عملية، ربما يكون الجمع بين الوطني وبين المحلي بصيغة تكاملية أو بصيغة موازية هو الحل الأمثل من أجل إنصاف الضحايا. دعوة رعد بن الحسن هي تأتي في هذا السياق، ونحن نتمنى أن يكون هذا المجلس عنوان عريض لوقف هذه الانتهاكات بل والذهاب إلى وقف الحرب وإنصاف الضحايا اليمنيين. الأمين العام لمنظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي حدثنا من فيينا. أشكرك جزيلا.